أخبار اليوم. احنا عندنا في الحارة هنا ثلاث بيوت دولت فيهم 17 اسرة. جاي تقول لي 5 شقق في 17 اسرة ازاي؟ فيقول لك ما تستحقش. طب انا ما استحقش بناء على ايه؟ انا جاي اللي هو مامور الاسم بيكلمني، قلت له سعادتك لو انا واقف في وسط الحارة دلوقتي قلت لك بيتي هنا هتديني شقة؟ قال لي لا. قلت له سعادتك دلوقتي انا بيتي اهو، اطلع البيت شوف فيه كام شقة وحاسبني عليهم، اللي ما يستحقش قول له ما يستحقش وخرجه. جاي ابن عمي عمتي بيتكلمه راح واخدها، ابن عمي بيتكلم ابونا ساعتك احنا بنكلمك في حقنا راح واخده، ابن عمتي التاني بيتكلمه راح واخده. طب انا مش فاهم، جاي بيتكلمني قال لي وحياه امكره هد عليكم البيت، قلت له ساعتك احنا جوه البيت هدوا. انت لو جيت قلت لي ان انت واخد شقه وما تستحقش وجبت لي الورق ان انا مستلم شقه والله هخرج، مش هتعامل بالعافيه ومحدش بيتعامل معاهم بالعافيه. هما مش عايزين يدونا حقنا، كل اسره في شقه عايزين يدوا كل اسرتين شقه. هيعملوا ايه؟ هيسيبوا في الشوارع الشباب دي ولا هيناموا في الشوارع ولا على الرصيفه ولا في ايه بالظبط؟ ياخدوا حقهم ويطلعوا، هما مش هيطلعوا من البيوت الا ما ياخدوا حقهم. طلع من كام يوم في التلفزيون قال لك اللي معاه عشه فراخ ومعاه ورق يثبت ان هو موجود فيها ليه حقه. دلوقتي معانا ورقنا كله على المكان والمكان موجود واحنا موجودين، وبيقول لك انت مش مالكش مكان، ورئيس الحي بره واللي معاه شتمونا وهنونا الصبح بالاب والام، ولما جينا اتكلمنا خدوا الحريم اللي معانا ودوهم القسم. احنا اتهنا وشتمنا وحقنا مش هناخده، بيقول لك انا هطربق البيت، قال خش وانا هطربقه فوقكم. انا بعمل استغاثه للسيد الرئيس يجي بقى يشوفنا او يبعت لنا حد من المسؤولين يشوفنا، احنا النهارده اتبهدلنا اخر بهدله وعايزين يطلعونا من بيوتنا وما يدوناش حاجه، ولو اتكلمنا خدوا خالتي وخدوا اخويا وخدوا ابن خالي. خدوهم فين؟ حبسوهم في اسم السيده، خدوهم في البوكس وحبسوهم في اسم السيده. دلوقتي حضرتك هما بينزلوا هنا ومنعين الصحافه تنزل، لان بينزلوا بيهنوا الناس وبيضربوا الناس، والبيت اللي فيه 6 شقق و7 شقق عايزين يديهم شقتين وشقه، والعازب ما ياخدش. يعني في واحد بره على الشارع البيت اللي كسروه ده بقاله 60 سنة هنا بس ما اتجوزش، مش نصيبه ان هو يتجوز، ما ياخدش شقه يترمي في الشارع ويقطعوا علينا النور وبيجيبوا لنا ناس امن مركزي بالعصيان. قطعوا عليكم النور ازاي؟ قطعوه النهارده اهو. خش اي بيت نور فيه نور لو لقيت نور ولا ميه بحق. انا عارفه ان الرئيس اتكلم في التلفزيون قال لك اللي ليه عين ياخد عين واللي معاه ورقه سليم يمشي سليم، ازاي انت بتعمل مع الناس كده وناس اصلا ملهاش خدت؟ يعني ناس ملهاش دفعت فلوس وخدت. واحده كانت مرميه في الشارع ولاقيك عيني كانت مرميه عند الجبل لو جيت من هنا شفتها هتشوفها دلوقتي مرميه والمجاري طفحت عليه، يقول لك احنا مالناش دعوه هتطلعوا ذوق عافيه هتطلعوا. ازاي جاي تطلع واحده من اوضه عايز ترمي 2 في شقه؟ ازاي بأي عدل؟ مين؟ ما انتوا كده في عشوائيات. قلت له طب ما انت كده هتبني عشوائيات ثانيه، سيبونا بقى في العشوائيات بدل ما تعمل عشوائيات ثانيه، سيبنا في العشوائيات احنا مرتاحين فيها. احنا من ظلم كبير محدش حاسس بيه غير ربي عشان ولادي. انا خايف على ولادي، معايا رجال، انا معايا رجلين ومعايا شاب تاني زي ده، ولا شغل ولا حاجه ولا عندي كبانيه. سيادتك عنديش كبانيه، ست غلبانه اغلب من متخيل. يعني بص سيادتك السرير مكسور والنبي لو سمحت، بص مكسور، بص سيادتك سندب ايه عشان استر الاوضه واقعد فيها ويكرم البشوات. مش هقول لك ولدي عشان انت مقامك عالي جوه، بس صاير في جرجر جوه. يعني ناس غلبانه اكتر من متخيل، وجوز راجل على باب الله. انا اولادي مولودين هنا وعداد نوري اهو، ليت اكتر من 36 سنة مغيره محل اقامتي من سوهاج. انا اساسا من سوهاج، ليا 36 سنة هنا عداد النور باسم جوزي، وبطايقنا وشهي وولادي مولودين هنا في البيت. انا بنشد كل مسؤول، وزير الرئيس كل ضابط كل مسؤول شريف في البلد دي يقف مع الست الغلبانه العاجزه دي اللي لا حول ولا قوه ليها، بينهشوا فيها زي الكلاب كده.
زي الكلاب بينها. شوفي انا نايمه على الكنبه، لا حول ولا قوه ليا، اكتر من 10 سنين نايمه على الكنبه عاجزه، ما بتعالجش ما معيش علاج المستشفى. لو شالوني ودوني المستشفى ما بيعملليش حاجه، بيقولوا يودونا اكتوبر. مستنيين دوركم. ودينا قاعدين مستنيين، نزينا بيقول لك نحط اسرتين مع بعض. انا بقول لك نازل كل غلابه يستحق كل حاجه، حلو كده؟ ما اجيش انا بقى ايه اجيب الابن متجوز مع ابوه وامه واحطه في شقه، ينفع؟ لا ما ينفعش. مثلا واحد بقى له 20 سنه هنا، ساكن في اوضه، تقول له هات لي بقى دليل انك قاعد ده عشوائيات كلها. انت بقالك قد ايه هنا؟ انا مش هقول لك، لو قلت لك جدي مش هتصدق. مش ابويا، جدي. اهو بيتنا. انت ليه عين؟ يا تديله يا سيبه مكانه. لا تسيبه مكانه. هيروح فين بقى؟ تهد انت تقول مش هيروح، هو فين؟ يطلعونا من بيوتنا عشان يهدوا بيوتنا؟ لا يسيبونا احنا قاعدين، هنا بناكل وبنشرب وهنا بنطلع وبنسيب عيالنا ونطمنين عليهم. بره بعد كده مش هنعرف بقى نطمن على عيالنا ازاي. وانا واحده من الناس، لو هيودي لي اكتوبر هل انا كده هتطوبني؟ ده انت كده هتخليني ابقى مجرمه من اول وجديد. تاني هترجعني بعد ما انا قلت ان انا ابعد عن اي حاجه واخلي عيالي تحت كميني واقعد في بيت والم في عيالي؟ عايز يخلي اسره واحده من 10 تنفار يتقعدوا في شقه؟ عايزين حقنا.